تميز بهندسة عصرية في تصميمه الخارجي والداخلي، أهلته العام الثاني على التوالي لحصد جائزة عالمية، حيث يعد واحدا من أضخم المشاريع الثقافية الحضارية على مستوى المنطقة، فقد شيد بأحدث المواصفات والمقاييس الدولية. فبمشاعر الفخر والاعتزاز تفاعل الموردون اليوم تحت هاشتاجات عدة، حيث تداول الموردون خبر فوز مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بجائزة مجلة ميدا العالمية كأفضل صرح ثقافي وتراثي في منطقة الخليج العربي لعام 2018 من الناحية المعمارية والإنشائية، وذلك ضمن حفل نظمته مجلة ميد بإمارة دبي لتكريم الفائزين في مجال البناء والتعمير في الخليج العربي. المغردون تداولوا صورا تظهر لحظة التكريم وتسليم رئيس الشؤون المالية والإدارية لدى الديوان الأميري السيد عبد العزيز إسحاق الجائزة العالمية،